بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط 05 01 78 55 36. فضيلة الدكتور بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: بعد أيام بإذن الله تعالى نستقبل 10 ذي الحجة، نرجو منكم بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه العشر المباركة، وهي 10 ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. وقد روى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العشر هي العشر الأضحى، وقال الوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أقسم الله سبحانه وتعالى في قوله: والفجر وليالي العشر، هذه الليالي هي ليالي العشر من ذي الحجة. وأيضا ما يتعلق بفضل يوم عرفة والوتر والليل، ولذلك جاء بعده والفجر وليالي العشر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالوتر، وأيضا ما بين بالشفع في ذلك، وهو يوم النحر. ولا شك أن هذا يبين فضل هذه الأيام المباركة. ولذلك هذه الأيام اختصها الله سبحانه وتعالى بأمال عظيمة، ولذلك يكون فيها الحج، وكذلك العمرة، وكذلك أيضا ذبح الهدي، وكذلك الأضاحي، كلها أعمال مباركة. وأيضا جاء في مثل هذه الأيام، عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام، جاء في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ كان الجهاد هو أعظم ما يراه الصحابة من العبادات ومن الفضل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يلجأ من ذلك بشيء. أي أنه لا أفضل في هذا في العمل في هذه الأيام من العبادات إلا المجاهد الذي خرج بنفسه وماله، فخسر أو ذهب ماله، وأيضا استشهد في هذا الجهاد. ولذلك لا شك إذا سمعنا مثل هذا الحديث وهذا الفضل العظيم، نعرف أهمية استغلال مثل هذه الأيام واستغلال الأوقات في هذه الأيام المباركة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، إذا العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من دونها من جميع أيام السنة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، فقال رحمه الله أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان. وكل هذه الأيام سواء أيام العشر من الحجة وكذلك أيام رمضان كلها فيها خير وفيها فضل عظيم. ولذلك عندما ينظر البعض مثل هذا التفضيل، ربما يقلل البعض من العناية بقيام الليل في العشر من ذي الحجة، ونقول اليوم والليلة جميعها فيها فضل، كما جاء في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فعلى المسلم أن يجتهد في مثل هذه الأيام، وخاصة
ما يتعلق بالفرائض، والفرائض هو مطلوب منه ومأمور بأن يؤديها. ولذلك جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمسلم عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليه، مثل الصلوات وغيرها من العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال أيضا في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فيكون النصر والتوفيق والسداد كل ذلك بعمله للنوافل. فكيف إذا وقعت هذه النوافل في هذه العشر المباركة التي فيها العمل أحب إلى الله من العمل فيما سواها من أيام السنة؟ ولذلك على المسلم أن يجتهد في هذه الأيام المباركة بالعمل الصالح. نعم، أثابكم الله. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، يعني هل هناك أعمال صالحة خاصة وتشرع في أيام عشر ذي الحجة يا شيخ؟ نعم، المسلم في هذه الأيام يستغل هذه الأيام، ومن الأمور التي تستغل هو الصيام، صيام هذه الأيام، وخاصة صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفر السنة الماضية والسنة القادمة والقابلة. فهذا فيه فضل عظيم، فيستعد المسلم لصيام خاصة هذا اليوم وهو يوم عرفة. أيضا صيام هذه الأيام العشر فيها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما في فضل الصيام عندما قال أيضا في الحديث: والصيام لي وأنا أجزي به. فجزاء الصيام وما يأتي فيه من أجور فهو يأتي من الله سبحانه وتعالى، قال: إلا الصوم فأنا أجزي به. كذلك أيضا جاء في الحديث: من صام يوما لله سبحانه وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فلا شك أن صيام هذه الأيام من أفضل الأيام فيها أن يصوم المسلم، وهي من الأعمال الصالحة. ولو أن البعض ينكر أيضا على من يصوم هذه الأيام، لكن نقول أن استغلال مثل هذه الأيام لو لم يأتي في ذلك إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من أيام العمل الصالح. فلا شك أن الصيام من أعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يبادر بصيامها. ولذلك نقول أن هذه الأيام أيام العشر يشرع فيها الصيام، ويستغل المسلم فيها هذه العبادة العظيمة. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالذكر، فيكثر المسلم في هذه الأيام من الذكر، وخاصة التكبير. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وبين: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام، فقال: أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأنس رضي الله عنهما وجمع من الصحابة عليهم الصلاة رضي الله عنهم كانوا يخرجون إلى السوق ويكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم. فالصحابة كانوا يخرجون إلى الأسواق وإلى الأماكن العامة وإلى المساجد ويكبرون إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. فعلى المسلم في هذه الأيام أن يكثر من التكبير. إذا غابت شمس وبدأت أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، فإن المسلم أن يرفع صوته بالتكبير والتهليل والتحميد كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكثر من التسبيح، وأيضا الأذكار الواردة، ويكثر من مثلا قول كما جاء في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، وغيرها من الأذكار والعبادات. فيحافظ المسلم على هذه العبادات خاصة في مثل هذه الأيام، كما بيّن ذلك وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيضا من أفضل الذكر في هذه الأيام قراءة القرآن، فقراءة القرآن من الذكر. لذلك على المسلم أن يكثر من قراءة القرآن، وأيضا يستغل هذه العشر بأن يكون له ختمة في هذه العشر والإكثار من قراءته. فلا شك أنها أيام مباركة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولا شك أن قراءة القرآن عمل صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الفضل في قراءة القرآن عندما قال: كل حرف يقرأه المسلم من القرآن له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف.
فانظر إلى ما في قراءة القرآن من الفضل العظيم والأجور العظيمة. فيستغل المسلم في هذه الأيام مثل ما ذكرنا في ما يتعلق بالذكر، وأيضا من أعظم ذكر قراءة القرآن. كذلك من الأعمال الصالحة الصدقة والأعمال الصالحة، فلا شك أن إطعام الطعام من أفضل الصدقات، وكذلك سقي الماء، وخاصة في هذا الحر الشديد، وخاصة لمن يحتاج إلى الماء سواء من العمال الذين يعملون في الأماكن المفتوحة وغيرها. فلا شك أن المسلم يستغل هذه الأيام بالصدقة، ويكثر أيضا من تفقد للمحتاجين للصدقات. وأيضا من الأعمال الصالحة أن يروي الأضحية، وأن يمسك عن شعره في هذه الأيام، وأيضا ينوي الأضحية. وأيضا إذا لم يكن عنده الاستطاعة عن الأضحية، فإن نقول مثل ما ذكرنا أيضا فيما يتعلق بأن المسلم إذا أراد أن يعمل شيئا من العبادات مثل الحج والعمرة وغيرها من العبادات، وعنده الاستطاعة المالية لكن لا يوجد عنده المال حاليا، فإنه يقترض. فنقول أن المسلم إذا أراد أن يضحي ولا يوجد عنده مال حالا في هذا الوقت، فإنه لا حرج عليه لو أنه اقترض من أجل الأضحية. فالأضحية عبادة عظيمة، على المسلم أن لا يترك ما فيها من الفضل العظيم، وأيضا هي من العبادات التي تشرع في مثل هذه الأيام، أيام العشر. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. طيب، هل من نوى الأضحية يمسك عن شعره، عن شعره وأظفاره، هل هذا يعني من السنن؟ نعم، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، من حديث أم سلمة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت عشر ذي الحجة فإن على المسلم أن يمسك عن أظفاره وشعره. فعلى المسلم إذا دخلت هذه العشر وقد نوى الأضحية، فإنه يمسك، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا هو الواجب على المسلم في هذه الحالة. ولكن البعض ربما يظن أن الأضحية متعلقة بالشعر وكذلك الأظافر، فيظن أنه لو أخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أنه لا يضحي في هذه الحالة. نقول لا، ولو أخذت من شعرك أو من أظفارك فإن الأضحية باقية، وعليك أن تضحي ولا تترك مثل هذا الأجر العظيم في هذه العبادة وهي الأضحية. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا، وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع عنها الدورة الشهرية، ولا سيما في شهر ذي الحجة، لتتمكن من صيام العشر وكذلك الحج والعمرة؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا استخدمت مثل هذه العلاجات فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون لا يترتب عليه ضرر على صحتها، ويكون أيضا باستشارة من الطبيب، لأن بعض هذه العلاجات والأدوية التي تمنع الحيض ربما تسبب أمراض أو تسبب أمور لا يستحسن أن تحصل أيضا، خاصة لبعض النساء ممن يستخدم هذه الأدوية. ولذلك نقول إذا كانت المرأة بحاجة لهذا العلاج، وهي تعلم أن الدورة ربما تأتي في مثل هذه الأيام وتريد أن تستغل هذه الأيام العشر، فنقول لا حرج لو أنها استخدمت هذا العلاج من أجل إيقاف الدورة، من أجل أن تستغل هذه الأيام، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر عليها في صحتها. نعم، المرأة التي عليها العذر الشرعي وقت الإحرام للحج ماذا تعمل؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا لبت بالعمرة أو بالحج ثم حصل لها الحيض، فإنها تبقى على إحرامها. فإذا كانت قد نوت الحج ولبت بالعمرة، فإنه في هذه الحالة تكون قارن، فإنها تلبي بالحج وتقرن العمرة بالحج، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. فقد جاءت عائشة رضي الله عنها إلى الحج وقد لبت بالعمرة،
ثم نزل عليها الحيض والدورة، فبعد ذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تفعل ما يفعل الحاج، فأصبحت في هذه الحالة قارنة، فأدت مناسك الحج، ثم بعد أن طهرت طافت بالبيت وسعت بعد ذلك، فتكون في هذه الحالة قارنة. فلذلك نقول للمرأة إذا دخلت أو نوت الحج فإنها إذا نزلت عليها الدورة فإنها تبقى بإحرامها وتقوم وتؤدي جميع مناسك الحج بالوقوف في عرفة وكذلك في مزدلفة وكذلك في منى، وتنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت تقوم بطواف طواف الإفاضة والسعي بعد ذلك، فتكون قارنة في هذه الحالة. نعم. السائل يقول: أحرمت بالعمرة ولم أتمكن من إخراج تصريح، فما الواجب علي في هذه الحالة؟ بالنسبة للشخص الذي خرج من أجل العمرة ولم يحصل على التصريح وقد أحرم فمنع بعد ذلك من أداء العمرة بسبب مخالفته للنظام، فنقول في هذه الحالة أنه محصر إذا لم يشترط أثناء إحرام، إذا لم يشترط كما جاء في الحديث: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فنقول في هذه الحالة إذا كان قد اشترط فإنه يحل إحرامه وينتهي الأمر، أما إذا لم يشترط في هذه الحالة فنقول أنه يكون في حكم المحصر، فيذبح شاة في هذه الحالة ويحل إحرامه في هذه الحالة، يكون بحكم حكم المحصر. نعم. يقول السائل: بعد وفاة الوالد رحمه الله جاء لنا شيك باسم المتوفى وله ورثة أبناء وزوجة وأم، هل للأم نصيب من الشيك؟ بالنسبة إذا كان هذا المبلغ مبلغ قد أقرضه هذا الرجل والدهم قد أقرضه لشخص ثم رجع هذا المبلغ، فهذا المبلغ لا شك أنه يكون للورثة، ولا شك أن الأم داخلة في ذلك، فللأم في هذه الحالة السدس وللزوجة الثمن والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم داخلة في الورث. أما في بعض المبالغ المخصصة من بعض الجهات فتكون هناك مبالغ تخصص للزوجة وللأولاد، أيضا تخصص للأولاد في سن معينة إذا لم يكن قد تزوج أو أن لا يوجد عنده وظيفة، فهذه مبالغ خصصت لهؤلاء، فإذا كان هذا المبلغ والشيك الذي وصل لهم من هذه الجهات التي خصصتها لأشخاص معينين من ورثة هذا الرجل الميت، فإنه في هذه الحالة تصرف هذه المبالغ لهم خاصة ولا يدخل في ذلك من منعوا منه بالنظام. أما الأموال الأخرى التي تصل إليهم سواء من ديون كان قد أقرضها الميت فإن الوالدة تدخل في هذا وهي من الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حجينا العام الماضي وبقي على البنت طواف الإفاضة لم تؤديه، ماذا يلزمها؟ بالنسبة لهذه الحالة تحتاج إلى تفصيل، إذا رجعت ولم تطف طواف الإفاضة فإنها لم تكمل حجها في هذه الحالة، فنقول إذا هذه البنت إذا تزوجت وحصل أيضا فإن العقد في هذه الحالة يجب أن يعاد، كذلك إذا حصل إذا كانت ذات زوج فإنه إذا وقع عليه زوجها فإنها في هذه الحالة تفسد حجتها وعليها في هذه الحالة دم وترجع وتأتي بالحج، ولكن إذا لم تتزوج ولا وفي هذه الحالة فإنها على إحرامها فإنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو تأخرت في ذلك، وأيضا يعفى ما يتعلق بمحظورات الإحرام إذا ارتكبت شيئا من محظورات الإحرام فهي جاهلة في ذلك إذا كانت جاهلة، أما إذا كانت تعلم بأنها وقعت في محظور من محظورات الإحرام وتعلم بأن حجها لم يتم فإنها تكفر عن هذه المحظورات التي ارتكبتها خلال إحرامها وقبل أن تنهي حجها، فلذلك نقول عليها أن ترجع وتطوف بالبيت إذا في هذه الحالة وتتم حجها ولو بعد حين. نعم. توفي والدي ووالدتي مريضة، هل عليها عدة؟ مع العلم لا نريد أن نخبر والدتي بوفاة والدي.
في هذه الحالة إذا كان التأخير من أجل مراعاة صحتها ووقت يسير مثل ما حصل لزوجة أبو طلحة لأبي طلحة عندما توفي ابن له، فجاءت زوجته وقالت لا تخبره أنا سأخبره، فعندما جاء إلى البيت، جاء أبو طلحة إلى بيته، فصنعت امرأته له الطعام وأكرمت، حتى أنه أيضا جامعها في ذلك اليوم، وبعد أن انتهى من ذلك أخبرته بوفاة ابنه، فغضب عليها غضبا شديدا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فنجد أن زوجته قد أخرت إخباره حتى أنه أكل طعامه وأيضا وقع عليها، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت هذه المرة ودعا لهما بالبركة في ليلتهما تلك. فلا شك أن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك إذا كان هناك تأخير من أجل حاجة فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخر بشكل بحيث يكون بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فلا شك أن هناك يترتب على ذلك أيضا أمور يجب أن يتنبه إليها أبناء هذه المرأة. أولا ما يتعلق بأنهم يحرمون هذا الميت من دعاء زوجته له، فإنها سوف تدعو له، وأيضا لا شك أنها في هذه الحالة أيضا يلزمها أيضا العدة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها ويجب أن تعتد وهي في هذه الحالة لا تعلم. أيضا سوف يستمر الكذب عليها عندما تسألهم عن زوجها، فلا شك أنهم في هذه الحال ربما يكذبون عليها في هذه الحالة. أيضا ما يترتب على الإرث، فإنها في هذه الحالة أيضا تحرم أيضا ما يتعلق بالإرث، ولذلك هذه سنة الحياة، ولذلك نقول أن يراعى في إخبارها بالتدرج بموته، ولكن لا يؤخرون ذلك مدة طويلة لما يترتب على ذلك أيضا مثل ما ذكرنا من بعض الأشياء التي تتعلق أيضا بالمرأة، سواء من الأحكام الشرعية ما يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، أو ما يتعلق أيضا بالدعاء لهذا الميت، وأيضا ما يتعلق بالحقوق المترتبة أيضا بالنسبة إذا كان هناك بينها وبينه بعض الحقوق المتعلقة بعد وفاته، فلا شك أن نقول لأبنائها عليهم أن يخبروها ولا يؤخروا ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذا رجل متزوج من زوجتين، كل زوجة في بيت مستقل، يقول هل يكفي أضحية واحدة عن الجميع؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وهم نسائه، وهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبش وقال عنه وعن أهل بيته، وضحى بكبش آخر عن أمته عليه الصلاة والسلام. فنقول أن الأضحية إذا ضحى وكان عنده أكثر من زوجة فإن يكفي أضحية واحدة تكفي له ولأهل بيته من زوجاته، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن زوجاته بأضحية واحدة، فلذلك هذا هو المشروع أن يضحي عن نفسه وعن زوجاته، ولو أنه خص كل بيت بأضحية فلا حرج في ذلك، فلا شك أن الأضحية وأيضا مثل هذه العبادة العظيمة في الذبح لله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم لا شك أن فيه أجر عظيم، فلو أنه خص كل بيت بأضحية فلا حرج في ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في مثل هذا اليوم عن نفسه وعن زوجاته ولم يضحي عن كل بيت بأضحية خاصة بها. نعم. هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقام الأضحية؟ لا شك أن الأضحية فضلها عظيم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى وضحى أصحابه رضي الله عنهم ولم يتركوا الأضحية، مع أن الصدقة كانت بإمكانهم أن يتصدقوا ويتركوا الأضحية، ولكن الأضحية هي عبادة عظيمة، ولذلك قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فأمر بهذه العبادة العظيمة وهو النحر، والعبادة هذه وهو الذبح لله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول أنها من سنة
النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأضحية، وأيضا على المسلم أن لا يترك الأضحية، وأيضا يستمع إلى بعض من يزهد في هذه الأضحية ويقول أن الصدقة بالمال أفضل من الأضحية. نقول لا، الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده حصلت مجاعة في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرهم بالأضحية، ثم أمرهم أن لا يبقوا شيئا من الأضحية في بيوتهم، وأمرهم بأن يتصدقوا بها ولا يبقوا ولا يدخروا شيئا منها. لماذا؟ لأنه كان وقت مجاعة، ومع ذلك أمرهم بأن يضحوا. ولذلك نقول أن فضل الأضحية عظيم، ولذلك لا يتركها المسلم ومثل هذه الشبهة من أجل أن يتصدق أو أن الناس لا حاجة لهم بهذا اللحم. لا، نقول أن هذه عبادة يتقرب بها المؤمن بذبح، ولكن لا يسرف في مثل هذه العبادة. ولذلك نقول أن المسلم يجمع ما بين الصدقة وما بين الأضحية، فلا حرج في ذلك ولا يترك الأضحية. ولذلك فضل الأضحية عظيم، وجاء في أن في كل شعرة له فيها حسنة، وأيضا فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يذبح هذه الأضحية تقربا وإهراق الدم لله سبحانه وتعالى من أفضل العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعلى المسلم أن لا يترك هذه العبادة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه العشرة المباركة، وأن يعيننا ويوفقنا لاستغلالها في العبادة، في صيام وصدقة وغيرها من العبادات. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى. قد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يوفقنا للعمل الصالح في هذه العشر المقبلة بإذنه عز وجل. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.